السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا الطلاب. إن شاء الله راح نعطيكم هسه محاضرة مهمة بعنوان الأورثوغنافيك سيرجري. هذه المحاضرة طبعا هي محاضرة هي PDF راح أدز لكم إياها وياها تسجيل صوتي. بالتسجيل الصوتي أقول لكم مثلا هسه إحنا بصفحة واحد، بعدين ننتقل إلى صفحة اثنين وهكذا. الأورثوغنافيك سيرجري طبعا هي فد محاضرة طويلة جدا، لذلك إن شاء الله راح نقسمها قسمين، وكل قسم يعتبر محاضرة، يعني هي راح تنحسب محاضرتين إن شاء الله، وبيها معلومات كثيرة طبعا. أنا راح أحاول طبعا أختصر لكم إياها وأعطيكم فقط الأشياء المهمة، بيها تفاصيل جدا كثيرة، إحنا فقط راح أعطيكم الأشياء المهمة. تعريف الأورثوغنافيك سيرجري يقول هي السيرجري used or to treat facial disproportion. Surgery to treat facial disproportion يعني عدم تناسب الفيس. Or surgery for correction of dentofacial deformities. والأورثوغنافيك هذه الورد أورثوغنافيك هي فد Greek word، كلمة غريقية. Comes from الأورثوز اللي هي معناته straight، وغناثوز اللي هي jaw. الدنتوفيشال ديفورميتيز طبعا الدنتوفيشال ديفورميتيز هي تعتبر فتايب من كرينيوفيشال ديفورميتيز. كرينيوفيشال ديفورميتيز بيها هواية كيسز، هواية حالات، هواية سندرمز، هواية أمراض، من ضمنها الدنتوفيشال ديفورميتيز. الدنتوفيشال ديفورميتيز could be either congenital or acquired. المالكلوجين والassociated abnormalities of the skeletal components of the face can occur either as a result of variety of factors, either including inherited tendencies عوامل وراثية، prenatal problems مشاكل جنينية، systemic conditions that occur during the growth، trauma during life، and environmental influences. Treatment objectives طبعا يعني أهداف العلاج، أهداف الأورثوغنافيك سيرجري، الغرض من الأورثوغنافيك سيرجري. Two important objectives: الفانكشن والأستاتيك. الفانكشن to achieve or establish normal functional inclusion، بعبارة أخرى achieving normal over jet over bite and transverse relationships. طبعا الأستاتيكس شنو معناها؟ to achieve normal aesthetic, normal balance between the facial proportions and the three dimensions. وأكو نقطة مهمة أنه نحافظ على الريزلت باللونج تيرم، لأنه واحدة من المشاكل مال الأورثوغنافيك سيرجري أنه بيها فد نسبة لا بأس بيها من الريلابس، يعني ورا ما تحصل نتيجة طيبة، نتيجة حلوة، after period of time, after year, two years more or less راح يرجع نفس الكونديشن اللي احنا عالجناه بنسبة اقل بنسبة كبيرة، وهذا اكو فاكتورز نذكرها لاحقا. المهم انه لازم نحافظ على الريزلت باللونج تيرم. Other possible benefits من الأورثوغنافيك سيرجري: temporomandibular joint health، ونتخلص من temporomandibular joint TMJ dysfunction. Achieve normal mouth opening، نتخلص من السليب أبنية if there is sleep apnea، وكذلك نتخلص من التروماتيك occlusions، ونحافظ على dental health. Many dental specialists should be involved or can be involved in the treatment of dentofacial deformities in addition للorthodontics والسيرجري. عدة اختصاصات من الممكن أن تدخل بالorthognathic surgery. طبعا هذه الاختصاصات should be integrated in approach throughout the evaluation pre-surgical or post-surgical phases of the patient care. تشمل evaluation pre-surgical post-surgical phases of patient care حتى نحصل على the possible best results للpatient. The management protocol للfacial deformity
يشمل history, clinical examination, investigations, initial diagnosis, treatment plan, pre-surgical orthodontics, surgery, post-surgical orthodontics, when appropriate, كذلك من المحتمل أنه restorative dentistry, يعني conservative dentistry, psychological support, speech therapy also may be required. نجي على الصفحة الثانية. يقول the most important phase بال patient care should center, يعني يجب أن يركز on the evaluation of the existing problem. Should center on the evaluation of the existing problem. أكو نقطة مهمة هنا يسموها الانيشال ابوينتمنت, يعني الموعد الاولي اللي تتقابل وياه ويا المريض. كل العلاجات التجميليه ومن ضمنها الاورثوغنوستيك سيرجري موضوع مهم بها هو يسموه الانيشال ابوينتمنت, يعني هذا الموعد اللي اول موعد اللي يجيك به المريض. شنو فائده هذا الانيشال ابوينتمنت؟ انه من خلال هذا الانيشال ابوينتمنت راح تقدر تفهم المريض بالنتيجه الحقيقيه الواقعيه التي يمكن أن يحصل عليها بعد العلاج, وليست أحلام وردية يحصل عليها بعد العلاج, وليست أحلام وردية وإنما نتيجة واقعية اللي يمكن أن يحصل عليها, وهذا هي مسؤولية الكلينيجين المعالج أو السيرجن. ليش؟ حتى لا ينصدم المريض بعدين والنتيجة ما تعجبه. فهذه مهم جدا الانيشال ابوينتمنت, إنه توضح للمريض بشكل قاطع وواضح ما يمكن أن يحصل عليه من نتيجة واقعية, وليس نتيجة خيالية أنه راح يحصل على جمال فائق أو هي المريضة راح تحصل على جمال فائق. لا, نتيجة واقعية تقول لها مثلا راح يتغير شكلك فقط بهيك شكل بهاي النقطة أو هاي النقطة, حتى لا ينصدم المريض بعد العلاج وبخلافه راح يصير مشكلة, وإنما راح يرضى إذا شرح الكلينيجين قدر يوصل الفكرة للمريض. المريض راح يكون راضي على النتيجة. The involved orthodontist and oral maxillofacial surgeon should thorough or should conduct, يعني يسوون thorough examination of the facial structure with consideration to two factors, frontal and profile aesthetics, وهسه راح نجي عليها. Clinical examination هسه راح نجي نحكي عليها. طبعا هسه احنا بدنا نحكي بالصفحه الثانيه. Clinical examination, the patient is best assessed sitting in upright in good light with head in the natural position, and the Frankfurt horizontal occlusal plane should be parallel to the floor. هاي الكلينيكال اكزامينيشن. نجي على الفيشال ايفاليشن. وقلنا الفيشال ايفاليشن بفرونتال فيو وبروفايل فيو نجي عليها. الفيشال ايفاليشن شو يقول؟ باختصار يقول انه اكو فد امبورتنت بوينت اور كريتيكال بوينت شود بي كيبت ان مايند. ما معناها؟ انه نوت افري لونج بيشنت هو بالحقيقه لونج. بعبارة أخرى, facial proportions should be normal in three dimensions, especially between the height and width. يعني the proportion between the facial height and facial width should be normal. ما معناه؟ إنه not every long face is considered long if the proportion between the facial height and the facial width is normal. Only if the proportion between the facial height and facial width is abnormal, that time a problem can be exist. نقطة أخرى, soft tissue discrepancies يعني or abnormalities, soft tissues are the indicators of underlying dental and or skeletal abnormalities. الكلينيجين should have a good knowledge about the relationship between soft tissue problems and their supporting underlying hard elements. That time
the clinician could have a good idea about the required orthodontic tooth movement or surgical repositioning of the jaws. Okay, زين. نجي على the frontal view. The frontal view. The facial height. The facial height, مثل ما نعرف إنه divided into three main thirds. Facial height. The upper facial third goes from the hairline to the glabella. The middle third goes from the glabella to the base of the columella. The lower third from the columella to the deepest point of the chin prominence. The lower third guile further subdivided into upper third and lower two thirds. نجي على الصفحة الثالثة. يقول special attention should be given المن لل to the condition of gummy smile. تعرفون شنو gummy smile؟ اللي هو amount of gingival exposure. تعرف الجام سمايل شنو معناها؟ اللي هو amount of gingival exposure during smiling. كذلك amount of incisor, upper incisor exposure under the upper lip in repose. كذلك amount of upper incisor exposure under the upper lip in repose. In repose يعني بالرست. Normally يقول the upper lip, vermilion border of the upper lip should fall at the cervico-gingival margin of the upper incisors with no more than 2 millimeters of gingival exposure during smiling. زين. هذا هو تعريف الجم سمايل. طبعا الجم سمايل هو فد common condition و more common بالfemales. Will females seek treatment of this condition? وبنفس الوقت, the management of such condition is difficult. It is difficult to obtain a satisfactory result without precise treatment plan. بالنسبة للfacial width, facial widths can be divided into fifths according to the drawing. إلى خمسة أخماس كما في الرسم الموجود هذه. وين بالصفحة الثالثة. نجي على الفيشل فورم. نجي على الفيشل فورم. طبعا الـ relationship between the height and width of the face has an important influence on the facial form. Relationship between the facial height and facial width has an important influence on the facial form and harmony, which should be correlated with the overall patient's body build. عندنا فد نسبة بسيطة إنه يقول the height, the width, the proportions بالنسبة للfemales هي 1.3 to 1, وال height width proportion بالنسبة للmales هي 1.35 إلى 2.1 بالنسبة للmales. يعني الmales شوية longer face than the females. The bigonial width, اللي هو the dimension between the angles of the mandible, should be approximately 30% less than the bizygomatic dimension. كذلك the width and shape of the chin should form a harmonious part of the overall facial contour. Facial form. نجي على transverse dimensions. بعض ال parameters البسيطة ما راح نتعمق فيها وايد. In interpupillary distance 65 plus minus 3 millimeters. و intercanthal distance 32 plus minus 2 millimeters. هذه two distance يعني فقط حاولوا تعرفوها مو أكثر. بالصفحة الرابعة نجي. عندنا فد باراميتر مهمة اللي هي يسموها شنو؟ ال width of the alar base. عرف قاعدة الخشم يعني ال width of the alar base. هذا should be kept in mind. ليش؟ لأنه ال effort when osteotomy يأثر عليها شلون؟ Especially من نسوي ال effort when osteotomy for repositioning, superior repositioning and advancement. يعني من نريد نصعد
المجزلة اللي فوق حتى كمحاولة للتخلص من الجام سمايل. وأدفانسمنت شوي إذا أردنا نقدم المندبل في نفس الوقت، إذا أردنا نتخلص من الكلاس 3 مثلا مال كلوجن، هذه it will increase مثل ما قلنا العفو بالليفورت 1 أوستيوتومي، الليفورت 1 أوستيوتومي for superior repositioning. إذا صعدنا المجزلة اللي فوق as a treatment for gum smile، و advancement إذا أردنا treatment of مثلا class 2 العفو class 3 مال occlusion. بالنتيجة شو راح نسوي؟ راح يزيد it will increase the width of the base of the nose. يعني احنا جينا داريد مثلا نعالج الجام سمايل باي ليفورت 1 اوستيوتومي، نتخلص من الجام سمايل لكنه في المقابل راح نحصل على نتيجة قبيحة، نتخلص من مشكلة لكن راح نطلع بمشكلة اكثر قبحا وهي زيادة ال width of the base of the nose. therefore the width of the alar base يعني the width of the nose هذا should be kept in mind. زين نجي على الفيشل سيمتري. الفيشل سيمتري، الفيشل سيمتري of the facial midline structures، facial symmetry of the facial midline structures should be assessed and correlated ويامن to the with the left to right symmetry with the left to right symmetry. وبالنتيجة الفيس should have a symmetric form vertically and transversely. The symmetry of the facial midline structures should be assessed and correlated with left to right symmetry. And بالنتيجة the face should be reasonably symmetric vertically and transversely. شنو هي the facial midline structures؟ تشمل the forehead، النيزل تيب، الأبر ليب، المكزيلر دنتال ميدلاين، المندبولر دنتال ميدلاين، اللور ليب، and chin. أوكي؟ زين. Regarding the facial symmetry, a important point also should be kept in mind اللي هي شنو؟ The presence of any occlusal plane cans or any occlusal plane problems. The occlusal plane should be parallel لل interpupillary line. زين نجي العفو على حاليا على ال profile view. بعض ال parameters راح ندرسها بشكل بسيط وبدون تعقيد، وبعض النقاط اللي لكم تعرفوها. اولا النيزولابيال انجل، نيزولابيال انجل معروف النيزولابيال انجل، هذه تعطينا نقطة مهمة، تعطينا guide للsupport of the upper lip، تعطينا guide للupper lip support by the maxillary incisors. قلنا nasolabial angle تعطينا فد important guide للupper lip support by the maxillary incisors. however it is influenced تتأثر by the decreased vertical dimension of the maxilla. زين ثانيا وحده عندنا lip chin throat angle. lip chin throat angle هذا شنو؟ هذه تعطينا ايضا guide للocclusal relationship. تكون acute flat or concave معروفه هذه وين بالكلاس 3 مال occlusion، وبالمقابل بالعكس تكون obtuse angle بالكلاس 2 مال occlusion. زين اللي تعطينا فد شنو guidance للمانديبولر anterior posterior deficiencies وspecially exacerbated تتأثر أكثر وتزيد أكثر بالمانديبولر مايكروغنيثيا، هذه فد congenital problem المانديبول بيها يكون كلش small. الأبر lip length، الأبر lip length بالفيميل يكون 20 plus minus 2 millimeters وبالميلز 22 plus 2 minus plus 2 millimeters و should be evaluated when the lip are in repose يعني are at rest. زين ريكيتس هذا فد ساينتست سوى فد لاين from a nasal tip للسوفت tissue
Pogonian suggested that the upper lip 4 millimeters and the lower lip 2 millimeters behind this line. It is very useful in planning. زين. نجي على الصفحة الخامسة. Labiomental angle. Labiomental angle. عندنا another guide. Labiomental angle. أيضا هذه ما عليكم تتعمقون بها. فقط تعرفون أنه أكو شيء اسمه Labiomental angle. Documentation of the findings. هاي الفايندينجز اللي حصلنا عليها نجي نوثقها في standardized. نوثقها وين؟ في standardized sheets, forms, استمارات معينة. كذلك من المهم جدا أنه نحصل على standard digital photography. هاي نقطة مهمة. نحصل على standard digital photography بالprofile والfrontal view والquarter view. Profile, frontal view, quarter view, three quarter view العفو وbirth eye view. زين الديجيتال فوتوغرافي ستاندرد ديجيتال فوتوغرافي مهمة جدا. نجي على الدنتال اكزامينيشن. كومبليت دنتال اكزامينيشن مهم ايضا. وهذا انكلود الاسسمنت اوف ذا دنتال ارش فورم اند سيمتري. دنتال ارش فورم اند سيمتري. التوث الاينمنت. الدنتال ابنورماليتيز بالترانسفيرز والانتيرو بوستيرير والvertical dimensions. Occlusal abnormalities بالtransverse والanterior posterior والvertical dimensions. The muscles of mastications وTMJ كذلك should be evaluated. The periodontal examination والperiodontal health should be evaluated. والoral والpatient oral hygiene أيضا هذا important وshould be documented. نجي على radiographic evaluation. طبعا الراديوغرافس اللي هي most commonly used in routine in the diagnosis of dentofacial deformities هي lateral والanterior posterior. Lateral والanterior posterior cephalometrics. Lateral والanterior posterior cephalometrics. كذلك panoramic radiographs OPG may be required. Periapical radiographs. Other imaging modalities can be required in certain cases. In certain cases. لكنه هي الروتين نستخدم اللاترال والبوستيرو انتيرير سيفالومتريك راديوغرافس. زين. اكو موضوع اسمه اللاترال سيفالومتريك اناليسيز. هذا الحمد لله وشكر راح نختصر لكم اياه كله. ما عليكم تحفظوه. فقط تطلعون على هاي اللاند ماركس واللاينز والانجلز. ماكو داعي تحفظوها هذا مال سبيشالست. فقط تطلعون عليها. لكن اكو نقطه مهمه. شنو هي السيفالومتري او اللاترال سيفالومتريك اناليسيس؟ شنو فائدتها؟ هاي النقطه مهمه لكم تعرفوها. What is the benefit of lateral cephalometric analysis? The benefit of lateral cephalometric analysis is to evaluate the proportions of the facial skeleton. حتى نسوي evaluation of the proportions of the facial skeleton and to compare an individual patient with the norm. With the norm. The standard skeletal analysis is based on a plain x-rays taken in the sagittal and the frontal plane. زين فقط هاي لكم تحفظوها لان هاي مهمه جدا. شنو هي فائده اللاترال سيفالومتريك اناليسيس؟ از يوز اور از دان تو ايفالييت ذا بروبورشنز اوف ذا فاشيال سكيليتن اند تو كومبير ان انديفيديوال بيشنت وذ نورم. ويقول الستاندرد سكيليتال اناليسيس از بيست اون بلين اكس رايز تيكن ان ذا ساجيتال اند ذا فرونتال بلين. اوكي هاي احنا كلها بعدنا بالصفحه الخامسه. نجي على الصفحه السادسه صفحه رقم 6 هارت تيشو لاند ماركس. هذه اللي هي ما عندكم تطلعون يعني تحفظوها ولا تدوخون نفسكم بيها. فقط تطلعون عليها وهاي من حسن حظكم لانه راح تختصر لنا هواي من الماده.
النيزن والأوربتالي والسلة anterior nasal spine الA point الB point الغونيان المنتن بوريان كونديليان غناثيان يعني فد باراميترز معقدة وهي فقط للسبيشاليست وما لكم تدوخون نفسكم بيها وفرانكفورت هوريزنتال بلين فقط هذا مهم ودائما يجي اللي هو extends from البوريان للأوربتالي Frankfurt horizontal plane والocclusal plane وanterior cranial base وmandibular plane زين وskeletal anterior posterior relationships وmandibular anterior posterior positional relationships وغيرها A and B angle ما لكم تدوخون نفسكم بيها فقط شنو يعني تطلعون عليها زين عندنا موديل اناليسيس ستدي كاست هذه مهمه جدا الموديل اناليسيس والستدي كاستس موديل اناليسيس ستدي كاست هذه مهمه جدا يعني ناخذ كاستات وهو هذا بالحقيقه يصير عليه الشغل الحقيقي بلاستر اوف باريس موديلز يعني مجرد انه من الجبسون كاستس طبعا اذا ستون بعد احسن بس هي بلاستر اوف باريس كافيه للمجزلة والمندبل ار تيكن And the actual centric occlusion of the patient is recorded. تاخذون كاستات والcentric نسجله والmodels are oriented in a semi-adjustable articulator after transfer of the face bow. زين. الmodels شنو فائدتها؟ هاي الmodels allow analyze. هاي تحبوها. هذه مهمة. الmodels شنو فائدتها؟ Allow analyzing the following. أولا الocclusion. ثانيا shape of the dental arches قلنا الموديلز allowing analyzing the following أولا الoclusion shape of the dental arches position size and the shape of the teeth the position of the jaws in relation to the skull base هاي أريدكم تحفظوها مهمة جدا usually عادة two sets of models are used One is kept to analyze and document the preoperative situation. وعندنا نخليها حتى نحتفظ بها للpreoperative situation. The second set models is used to perform a mock surgery. قبل ما نروح لصفحة 8 بس أقول لكم شنو معنات mock surgery. Mock surgery يعني surgery نسويها أول مرة على casts. يعني الكاست هي نقصقصها. ونسويها مثل ما نريد نسويها عجو يعني كأنه نسوي سيرجري قبل ما عالكاس قبل ما نسويها بالحقيقة زين نجي صفحة 8 صفحة 8 فد موضوع لطيف Pre-surgical orthodontic considerations يقول not all malocclusions require correction with surgery صحيح not all malocclusions مو كل المال اكلوجن require correction with surgery especially خاصة when the skeletal discrepancy is minimal and the orthodontic compensation does not adversely affect the dental or facial aesthetics or post-treatment stability شوكت نصلح المال اكلوجن by ortho alone when the skeletal discrepancy is minimal and when the orthodontic compensation does not adversely affect dental or facial aesthetics or post-treatment stability. في مثل هذه الحالات, the orthodontic treatment alone may be the treatment of choice. However, مع ذلك, في حالات أخرى تحتاج surgery. شو وقت؟ When adequate occlusal relationship cannot be achieved alone by ortho, ليش? Because of moderate or severe occlusal discrepancy. Because of moderate or severe occlusal discrepancy, so that an orthodontics
treatment cannot achieve adequate occlusal relationship. أو في حالات أخرى شنو؟ نفس هذه الحالات of moderate to severe occlusal moderate to severe skeletal discrepancies. إذا استخدمنا الأورثوعلون to achieve adequate occlusion بالنتيجة راح نحصل على poor facial or dental aesthetics or poor long-term prognosis. يعني إذا جبرنا إنه نستخدم الأورثودونتكس only في هذه الحالات of moderate to severe skeletal discrepancies and an attempt to obtain adequate occlusal relationship, in which حالة it may result in poor dental facial aesthetics or poor long-term prognosis. These patients, these cases should be considered for surgery combined with orthodontic treatment. نجي على timing, توقيت surgery. طبعا يقول as a general guideline, an orthognathic surgery should be delayed until growth is complete. As a general guideline, an orthognathic surgery should be delayed until the growth is complete. However, طبعا هاوين in patients who have problems of excessive growth, يعني مثلا المندبل بي excessive growth شنو هو دينمو بسرعة, فاحنا لازم ننتظر ال growth is complete يلا نسوي orthognathic surgery. بالعكس انه ال problems of growth deficiencies, بالعكس اذا عندنا مشاكل في growth deficiencies the surgery can be considered earlier. زين هسه نجي على objectives of orthodontic treatment. هذا في الموضوع حلو ضروري تفتهمون شنو أهداف الأورثودونتيك تريتمنت اللي هي بالحقيقة خلينا نقول pre orthodontic treatment. طبعا هسه احنا كل هذا نحكيها وين بصفحة 8 شنو ال objectives of orthodontic treatment. اكو فكرة اريدكم تعرفوها انه in cases of skeletal abnormality in cases of skeletal abnormality ايش راح يصير؟ راح يصير undesirable angulation of the anterior teeth. نعيدها in cases of skeletal abnormalities undesirable angulation of the anterior teeth occurs. ليش؟ ليش؟ هذا occurs as a compensatory response, as a compensatory response. نعيدها in cases, I'm humma وريكم تفتهموها وتحفظوها. In cases of skeletal deficiency, شي يصير؟ يصير الآتي: undesirable angulation of the anterior teeth occurs. ليش؟ As a compensatory response. يضرب مثل: patient with maxillary deficiency and or mandibular excess. Patient with maxillary deficiency and or mandibular excess, شي يصير؟ راح يصير flared upper incisors, flared upper incisors and retracted or retroclined lower incisors. Such undesirable dental angulations of the anterior teeth, such undesirable angulation of the anterior teeth which occurs as a compensatory response lil skeletal abnormality, shbihe هذه should be treated orthodontically before شنو surgery, before surgery, before surgery. أكو نقاط مهمة شنية when correcting these undesirable angulation of the anterior teeth orthodontically with no considerations, من سوي considerations للبايت relationship لل opposing arch. ليش؟ لأنه both arches will be corrected or repositioned surgically in the next stage. يعني بالnormal orthodontic treatment احنا نسوي consideration للbite relationship, لكنه such cases ما نسوي consideration للbite relationship لل opposing arch. ليش؟ لأنه both arches will be repositioned surgically ويتغير موقعهم بالnext surgical stage. اوكي زين اوكي الانيشال ستيبس هسه الخطوات الرئيسيه
initial steps بالorthodontic preparation هي أولا align the arches هاي مهمة لكم تعرفوها initial steps بالorthodontic preparation شنو align the arches individually هاي نقطة مهمة جدا individually بينما بالnormal orthodontic treatment align the arches in combination whereas here بالorthognathic surgery the initial steps of orthodontic preparation here to align the arches individually يعني كل arch بوحده وما له علاقة بالarch الآخر achieve compatibility of the arch or segment و establish proper anterior posterior or vertical position of the incisors align the arches individually مهمة نقطة جدا هاي individually achieve compatibility of the arch or arch segments establish a proper anterior posterior or vertical position of the incisors establish proper anterior posterior or vertical position of the incisors هسه نجي الامount والperiod of pre-surgical orthodontics can vary from case to case according to the severity of the case or from only appliance placement مجرد تخلي الجهاز with minimal tooth movement إلى حالات أخرى approximately 12 to 18 months of appliance therapy in those with severe crowding and incisor malposition. زين. Final treatment planning ورما after completion of the pre-surgical periodontics or restorative dentistry or orthodontics the patient returns oral and maxillofacial surgeon for final pre-surgical planning الفاينل pre-surgical planning اللي هسه ننتقل لصفحة 9 مثل ما حكيناها يرجع يسوي evaluation للديجيتال pre-surgical photographs والراديوغرافس والcenter correlation bite والفيسبوك والcasts model casts ويسوي placement of the casts على semi adjustable articulator وغيرها هسه نجي على الموك سيرجري عفوا نجي على الموك سيرجري and fabrication of the splints وهذا احنا نحكي هسه بالصفحه رقم 9 يقول based on the results or depending on the results of the clinical and symptomatic analysis treatment plan can be made and the mounting models can be moved into the planned position for correction of the skeletal disorder. زين. It is there is an important point يعني اكو فد نقطة مهمة شنو هي؟ All movements must become visible in a three-dimensional fashion. The movements مال الموديلز should be visible should become visible in a three-dimensional fashion وهذا can be achieved using reference lines on the models before خلي reference lines on the models before performing the movements قبل ما نسوي الحركات بعدين الموديلز after movement fixed in the new position with wax or glue طبعا هذه كلها هي بالحقيقة manual recently كلها اكو computer programs من خلالها نقدر نسوي كل هذه الامور موضوع مهم شنو فائدة الموك سيرجري What is the advantage of the mock surgery What is the advantage of the mock surgery أولا الموك سيرجري is performed to mimic يعني حتى نشابه لا الموك سيرجري is performed to mimic the planned surgical procedure هاي أولا موك سيرجري is performed to mimic the planned surgical procedure هاي أولا ثانيا It is a powerful tool to demonstrate the treatment plan to the patient. Powerful tool to demonstrate the treatment plan to the patient. ثلاثة. Reoriented models after mock surgery are used to fabricate surgical splints that will be used in the operating room to reposition and fix the osteotomized to reposition the osteotomized segments زين وأربعة هاي ثلاث نقاط العفو قلنا أولا mimic the planned surgical procedure ثانيا
powerful tool to demonstrate the treatment plan to the patient. ثلاثة, reoriented models after Mohs surgery are used to fabricate surgical splints that will be used in the operating room for repositioning of the osteotomized jaw segments. زين. هسا نجي على الفابريكيشن of the splints. The splints are made of acrylic used in the orthognathic surgery intraoperatively to reposition immobile osteotomized jaw segments against the other stable jaw segments before the internal fixation procedure is performed. هذه مهمة. شنو فائدة الفابريكيشن سبلنس؟ هذه تحفظوها. زين. In case of two jaw surgery, two splints are fabricated. The first one is used after osteotomy of the first jaw as an intermediate splint, while the other one is used after osteotomy of the second jaw as a final splint. Usually, two splints are shown color-coded to avoid confusion. زين. نجي هسه على surgical treatment phase وأنواع surgery. كل هاي كانت evaluation وحكينا على examination وحكينا على facial proportions وحكينا على pre-orthodontic phase. هي بالحقيقة هذه يعني مواضيع مهمة حتى تفهمون شنو معنات orthodontic surgery. هسه يلا راح نحكي على surgery بتفاصيلها وأيضا طبعا راح أحاول أختصر لكم إياها. Dentofacial deformities or abnormalities frequently can be treated by isolated procedures بالمندبل أو مجزلة أو مدفيس أريا. لكنه on the other hand the problem is mixed in the maxilla and mandible, so surgery needed in both maxilla and mandible. ويسموها شنو bimaxillary surgery. Bimaxillary surgery يعني بالمجزلة والمندبل. نجي على types of surgery of orthognathic surgery. أولا بالمندبيلر access. المندبيلر access ويسموها كذلك also called mandibular prognathism. Mandibular access also called mandibular prognathism. وهسه احنا بنحكي بصفحة رقم 10. بنحكي هسه وين؟ بصفحة رقم 10. زين. The excess of the growth of the mandible frequently results, يعني mandibular excess frequently results in abnormal occlusal relationship اللي هي known as class 3 malocclusion, molar and cuspid relationships, class 3 molar and cuspid relationship. Reverse overjet بالanterior area, reverse overjet بالanterior area, يعني class 3 malocclusion, reverse overjet بالanterior area. هذه occurs بالmandibular excess. طبعا بالإضافة إلى ذلك راح يحدث شنو؟ بالإضافة إلى ذلك راح يصير فد obvious facial deformity. راح يصير فد obvious facial deformity. زين. الفاشل features associated with mandibular excess تشمل prominence of the lower third of the face, particularly the area of the lower lip and chin, the anterior posterior and vertical dimensions. Prominence in the lower third of the face, particularly in the area of the lower lip and chin, the vertical and anterior posterior dimensions. In severe cases, a reverse overjet may be so large, the severe cases, the reverse overjet may be so large that preclude, يعني تعيق, the patient's ability to obtain adequate lip closure without abnormal strain of the orbicularis oris muscle. يعني بالsevere cases, a large reverse overjet تجبر المريض أنه يقلص الorbicularis oris muscle abnormally حتى يقدر يحصل شنو؟ adequate lip closure. زين. المانديبولار اكسس ومثل ما قلنا also called mandibular prognathism هي was one of the first dentofacial deformities اللي هي recognized as being treated by combination
of orthodontics and surgery. Orthodontics شنو and surgery. ومثل العفو ومثل ما قلنا هنا pre-surgical orthodontics شو راح نسوي بيها for correction of the undesirable مثل ما ذكرنا سابقا for correction of the undesirable dental angulation بالانتيرير اريا occurring as a compensatory response للdentofacial deformities يعني مثل هيك حالة راح يصير شنو retroclined or retracted lower anterior teeth of flared upper anterior teeth مثل ما ذكرنا سابقا هذه treated by pre-surgical orthodontics بعدين followed by surgery فكرة السيرجري شنو هي removing sections of bone and the body of the mandible removing sections of bone and the body of the mandible هاي early techniques بعدين طبعا اجى تكنيكات اخرى واحدث تكنيك وهو بعدين صار الموست كومن تكنيك يسموه سيجيتال بايلاترال سيجيتال سبليت اوستيوتومي هذا ان شاء الله نشرحه بالمحاضره القادمه بس احنا هذا نحكي كبدايات بدايه فكره السيرجري هي ريموفينج سكشنز اوف بون ان ذا بودي اوف ذا مانديبل الاونج شنو الاونج الانتيرير سيجمنت تو بي موفد بوستيريرلي تو بي موفد بوستيريرلي زين يقول هنا في النقطة when the problem of the reverse overjet is restricted or isolated يعني محصورة فقط بالانتيرير dentos alveolar area of the mandible subapical osteotomy technique can be used for correction of the mandibular dental prognathism in this technique subapical osteotomy هذا used شو وقت when the reverse overjet relationship is restricted للانتيرير دنتال الفيولر اريا اوف ذا مانديبل سب ابيكال اوستيوتومي نسوي بهيك حاله شو نسوي بون از ريموفد ان ذا اريا اوف ان اكستراكشن سايت بون از ريموفد ان ذا اريا اوف ذا اكستراكشن سايت اوف ذا بريمولر اور مولر تيث اور توث بعدين الانتيرير دنتال الفيولر سيجمنت اوف ذا مانديبل از موفد بوستيريرلي حتى نصلح الريفرز overjet relationship. طبعا these procedures rarely used but performed in cases with unusual arch forms in combination with edentulous spaces. سموها subapical osteotomy. زين. بعدين اجا عالمين known Caldwell و Letterman بال early 1950s ذولا سووا osteotomy performed in the ramus of the mandible سووا osteotomy performed in the ramus of the mandible for correction of the mandibular excess or mandibular prognathism سموه ramus osteotomy for the correction of the mandibular excess in this technique سووا a lateral aspect of the ramus is exposed through submandibular incision الريموس السكشن ان فيرتيكال فاشن اكو رسم بالصفحه رقم 11 راح تشوفوها هسه احنا بعدنا صفحه 10 الريموس السكشن ان فيرتيكال فاشن اند ذا انتاير بودي والانتير ريموس اوف ذا مانديبل كلها موفد بوستيريرلي وهذا التكنيك بليسز ذا تيث ان بروبر اوكلوجن ذا بروكسيمال سيجمنت اوف ذا ريموس هسه نروح على صفحه 11 وبها الرسم تشوفوه The proximal segment of the ramus اللي هي attached to the condyle شو راح يسوي لنا will overlap the anterior segment overlap the anterior segment with jaw is stabilized during the healing phase with wiring of the bone segments combined with jaw immobilization using IMF extra oral approach rarely used similar technique performed intraorally intraoral incision using angulated oscillating saw. The design of the osteotomy is identical to that performed with the extraoral approach. بعدين the bone segments stabilized أيضا using IMF with or without wiring or rigid fixation with bony plates, eliminating the need for IMF. طبعا the advantages of intraoral technique are the elimination the need for skin incision بالتالي avoid the scar. كذلك الادفانتج اوف انتر اورال تكنيك هو ديكريزينج ذا ريسك اوف دامج للمانديبولار برانش اوف ذا فيشال نيرف
هذا التكنيك سموريموس أوستيوتومي. بالمحاضرة القادمة إن شاء الله راح نذكر the most common technique for correction of mandibular prognathism هو bilateral sagittal split osteotomy. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية القسم الأول من محاضرة الأورثوغناتيك سيرجري، ونعتبرها هي هذه محاضرة كاملة إن شاء الله، لأن مادة طويلة جدا حاولنا نذكر بها الأمور المهمة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نبدأ بالقسم الثاني من محاضرة الأورثوغناتيك سيرجري، اللي هي تعتبر قلنا محاضرة أخرى جديدة. مثل ما تذكرون وصلنا إلى البايلاترال ساجيتال سبليت أوستيوتومي، صفحة 10 بايلاترال ساجيتال سبليت أوستيوتومي، اللي دا نحكي بالمنديبولار بروغناثيزم أو مانديبولار أكسس. مثل ما قلنا البايلاترال ساجيتال سبليت أوستيوتومي هو الموست كومن بوبيلار تكنيك بالمنديبولار سيرجري. وهو بالحقيقة هذا البايلاترال ساجيتال سبليت أوستيوتومي يستخدم مثل ما يذكر هنا for all mandibular movement، يستخدم for all mandibular movement، يعني نقدر نستخدمه for setback of the mandible، يعني الرجع المندبل اللي وراء في حالة المندبلر prognathism or mandibular access، ونقدر نستخدمه for mandibular advancement، يعني نقدم المندبل اللي قدام في حالة المندبلر deficiency or retrognathism or mandibular micrognathia. زين، البايلاترال ساجيتال سبليت اوستيوتومي was discovered by Troner and Obergeser، وهو commonly known as Obergeser technique. commonly known as Obergeser technique. الأوبرغيزر هذا فد عالم سويسري. زين، البايلاترال ساجيتال سبليت اوستيوتومي هو accomplished، يعني نسويه through intraoral incision similar to that for the intraoral vertical ramus osteotomy، يعني يشبه ذلك الانسجن اللي نستخدمه بالفيرتيكال بالانتراورال فيرتيكال ريموس اوستيوتومي اللي شرحناه بالمحاضره السابقه. الاوستيوتومي سبليتس ذا ريموس، يعني يقسم الريموس او يقص الريموس والبوستيرير بودي اوف ذا مانديبل ان ساجيتال فاشن، يعني بالساجيتال بلين. وين؟ بالساجيتال بلين. وهذا قلنا مثل ما قلنا allows either setback or advancement of the mandible. التلسكوبيك effect in the area of osteotomy، التلسكوبيك يعني أو التلسكوبينج يعني معنات التراكم، التأثير التراكبي للعظم in the area of osteotomy produces that large area of bony overlap that have the possibility necessary to move the mandible in various or several directions. زين، نجي على disadvantages مال bilateral sagittal split osteotomy. هاي مهمة، includes potential trauma للinferior alveolar nerve. مثل ما تعرفون الinferior alveolar nerve هو في sensory nerve، الinferior alveolar nerve هو في sensory nerve. إذا صارت بي trauma هذا راح يصير affected sensation in the area of the lower lip and chin. مثل ما تعرفون انه اذا صار partial loss of sensation يسموها paresthesia، واذا صار complete loss of sensation يسموها anesthesia. وهذه could be either temporary in the immediate post-operative period or it may be permanent. نجي على صفحة 11، هذا الرسم للبايلاترال ساجيتال سبليت اوستيوتومي، وهذا المربع الاسود ضروري هذا تحفظوه، هذا description للتكنيك. بما انه البايلاترال ساجيتال سبليت اوستيوتومي مثل ما قلنا فات كومن بوبولار تكنيك،
فأريدكم بس هذا التكنيك تحفظه. يعني إذا جاكم سؤال describe the bi-technique of bilateral sagittal split osteotomy, يعني how we can make, اشرح التكنيك هذا المربع الأسود أريدكم تحفظه اللي هو شنو ramus of the mandible. Ramus of the mandible is divided, ينقسم by creation of two osteotomies, horizontal osteotomy in the medial aspect and vertical osteotomy on the lateral aspect of the mandible. وهاي الاستيوتوميز, these two osteotomies are connected by anterior ramus osteotomy. زين, lateral cortex of the mandible is then separated from the medial aspect. Lateral cortex is then separated from the medial aspect. والمندبل can be advanced, قلنا advanced for the treatment of mandibular deficiency or setback for the treatment, رجع لي ورا for the treatment of mandibular prognathism. زين, هسه احنا بعدنا بصفحة 11 قلنا, ونجي هسه على المندبلر deficiency. مثل ما قلنا المندبلر deficiency ايضا can be treated by شنو bilateral sagittal split osteotomy. نسوي بهيك حاله advancement للمندبل. بس اريدكم تعرفون انه clinical features of mandibular deficiency بهيك حاله شنو المانديبولر الكلينيكال فيتشرز اوف المانديبولر ديفيشنسي هي الاتي, انه راح يصير retruded position of the chin when viewed from profile aspect. من نشوف profile نشوف retruded chin. Other facial features بالمانديبولر ديفيشنسي excess labiomental fold, labiomental fold تكون exaggerated شويه, precumbent appearance of the lower lip, يعني lower lip تكون unsupported وشويه مدندله بالمصطلح العامي, abnormal posture of the upper lip, poor throat form. هاي مهمة لأنه poor throat, العفو poor throat form يعطينا أو يسبب لنا sleep apnea خاصة بالinfants, الأطفال الرضع اللي born with micrognathia congenital condition, micrognathia, وهذا في السندرم ما مذكور هنا يسموه Peer Robin syndrome, يصير عندهم sleep apnea. كذلك other features بالمانديبولر deficiency عندنا شنو class 2 molar and canine relationships و increased overjet in the incisor area. اوكي, زين, اوكي, عندنا فالتكنيك اخر للمانديبولر ديفيشنسي يسموه توتال سب ابيكال اوستيوتومي, يعني فقط الدنتو الفيولر سيجمنت نقدمها لي قدام, فقط الدنتو الفيولر سيجمنت نقدمها لي قدام. هذا شو وقت نستخدمه؟ نستخدمه وين التشين بروميننس از نورمال, وين التشين بروميننس از نورمال, ما عندنا تشين ريترودد لي ورا. اذا تشين ريترودد لي ورا نستخدم البايلاترال ساجيتال سبليت تكنيك, لكن اذا تشين بروميننس نورمال نستخدم التوتال سب ابيكال اوستيوتومي اللي فقط الدنتو الفيولر سيجمنت اوف ذا مانديبل از موفد انتيريرلي شنو الاوينج كوركشن اوف كلاس 2 مالوكلوجن وذاوت انكريسينج التشين بروميننس, لانه مثل ما قلنا التشين بروميننس تكون نورمال. زين, عندنا فد نوع اخر من الاورثوغناثيك سيرجري بالمندبل اللي هي يسموها الجينوبلاستي. جينوبلاستي يعني correction of the chin, هذا فقط بالتشن يسوون operation. طبعا هذا هو فد موضوع كبير, احنا هنا نذكر عليه رؤوس اقلام بسيطة جدا. الجينوبلاستي performed through intraoral incision, intraoral incision بالليبيال sulcus. An inferior portion of the mandible is osteotomized, يعني انقص, وبهيك حاله نقدر نسوي نقدر نحركه for moved, اما forward or backward, downwards or upwards حسب الموفمنت اللي احنا نريدها, حسب الموفمنت اللي احنا نريدها. اذا ردنا نسويها موفمنت upwards بهيك حاله لازم نسوي شويه bone cut, وبالعكس اذا سوينا downward movement لازم نسوي bone graft or bone augmentation, واحيانا نسوي اولي وذ الوبلاستيك ماتيريالز. الوبلاستيك ماتيريالز يعني سيليكون, وهاي السيليكونز اور الوبلاستيك ماتيريالز كان بي اوكيجنالي
used to augment channel projection. to augment channel projections توضع دائما on lead in the areas of bony deficiencies. وهسه احنا نحكي صفحة 12 وهذا رسم موجود مال اتمن مال الجينيو بلاستي. الان نجي على المكزيلا الاورثوغنافيك سيرجري بالمكزيلا ونبدا بالمكزيلري اكسس. وهسه احنا في صفحة 12 من البي دي اف المكزيلري اكسس العفو مثل ما قلنا احنا الاورثوغنافيك سيرجري هي فور تريتمنت اوف ايذر اكسس اور ديفيشنسي. فنبدا بالمكزيلري اكسس. اكسسيف جروث اوف ذا ماكزيلا كان اكثر بالانتيريو بوستيرير vertical or transverse dimension. Anterior, posterior, vertical or transverse dimensions. طبعا الموست كومن بروسيجر هسه يوزد هي يسموها الليفورت 1 اوستيوتومي هاي بالمكزيلا. وهذه يسموها ايضا توتال ماكزيلاري سيرجري. ومثل هذه شلون ذاك البايلاترال ساجيتال سبليت يستخدم للتريتمنت فور بوث mandible access و mandible deficiency. نفس الشيء الليفورت 1 osteotomy أو total maxillary surgery أيضا تستخدم for treatment of both maxillary access and the three dimensions anterior, posterior, vertical, transverse or deficiency or maxillary deficiency أيضا بال three dimensions. سابقا كانوا يخافون يسوون total maxillary surgery. ليش؟ شنو السبب؟ لأنه كان يخافون انه the blood supply of the maxilla can be affected or geoparadized زين or diminished due to the cut of maxilla, وبالتالي فد severe or dangerous condition may result اللي هو المكزيلاري نكروسز. يعني اذا صار مكزيلاري نكروسز هاي معناته الجو كله يروح وصير فد problem كبيره. لكنه finally ايضا بال70s بال1970s من القرن الماضي شافوا انه بالليفورت 1 اوستيوتومي يقدرون يحافظون على شنو؟ على البلد سبلاي اوف ذا ماكزيلا في حاله واحده. هاي النقطه مهمه واريدكم تعرفوها. ايش وقت يقدرون يحافظون على البلد سبلاي اوف ذا ماكزيلا؟ يقدرون يحافظون على البلد سبلاي اوف ذا ماكزيلا اف soft tissue pedicle was maintained. يعني يقدرون يحافظون على blood supply of the maxilla by شلون maintaining soft tissue pedicle when in the palate and gingival area of the maxilla. وبهيك حالة the transosseous and soft tissue collateral circulation and anastomosing vascular plexuses of the gingiva, palate and sinus can provide adequate blood supply. وهذا allows mobilization of the total maxilla by Lefort 1 osteotomy. فهاي نقطة مهمة. سؤال: how we can preserve the blood supply of the maxilla by performing Lefort 1 osteotomy؟ شلون نقدر نحافظ على blood supply of the maxilla؟ هذا السؤال يجي. By Lefort 1 osteotomy تقولون by main جواب شلون كالاتي: by maintaining soft tissue pedicle when by maintaining soft tissue pedicle in the palate and gingiva. نعيد شلون قلنا by maintaining soft tissue pedicle in the palate and gingival area of the maxilla. وبهيك حاله the transosseous and soft tissue collateral circulation and anastomosing vascular plexuses of the gingiva will palate will sinus can provide adequate vascular supply. هاي أريدكم تحفظوها زين. مثل ما قلنا الليفورت 1 يستخدم for treatment of maxillary excess و maxillary deficiency. الماكزيلاري اكسس اللي هي بالvertical والanterior posterior والtransverse dimension. هسه نجي على الclinical features of maxillary excess بالvertical dimension or vertical maxillary excess. شنو هي الكلينيكال فيتشرز؟ اللي هي اولا elongation of the lower third of the face. ثانيا narrow nose particularly in the area of alar base.
ثلاثة excessive, incisive or incisive and gingival exposure و lip incompetence. أربعة patients may exhibit either class 1, class 2 or class 3 dental malocclusions. بعد هل excess بالvertical dimension of maxilla يعني vertical maxillary excess can be associated with شنو؟ Can be associated with the transverse maxillary deficiency يعني increase باللength of the maxilla can be associated with decrease بال width of the maxilla وهذا result بالposterior cross bite constricted palate narrow arch form زين narrow arch form كذلك عندنا نقطة ال vertical maxillary excess is frequently associated with anterior open bite with anterior open bite هسه نجي على صفحة 13 الانتيرير اوبن بايت يسموها upper tognathia هذا results from excessive downward growth of the maxilla يعني increased vertical growth of the maxilla or vertical maxillary excess causing downwards rotation of the mandible as a result ليش you know, causing downward rotation of the mandible as a result of a premature contact of the posterior teeth as a result of a premature contact of the posterior teeth شون we can correct this problem واحدة من طرقها طبعا إذا كانت البروبلم هي بالمجزلة إذا كانت البروبلم بالمجزلة بالincreased vertical maxillary excess شون نصلحها بهيك حالة by Lefort 1 osteotomy اللي هي المجزلة نسوي Lefort 1 osteotomy والمجزلة repositioned superiorly نصعد المجزلة لفوق يعني impacted خاصة particularly بالposterior area هذا allows the mandible to rotate upwards and forward establishing contact in all areas of the dentition هاي وحده من طرق العلاج مال الانتيرير اوبن بايت if the problem or if the anterior open bite was caused by vertical maxillary excess لانه احيانا الانتيرير اوبن بايت can caused by problem بالمندبل not on the maxilla لكن if the anterior open bite was caused by vertical maxillary excess فراح تكون هاي طريقة العلاج اللي شرحناها اللي هي repositioning of the maxilla superiorly impaction of the maxilla performing Lefort 1 osteotomy particularly بالposterior area نصعد المaxilla this allows the mandible to rotate upwards and forwards establishing contact in all areas of the dentition زين هسه نجي وين على الانتيرو بوستيرير ماكسيلاري اكسس ذيك كان عندنا فيرتيكال ماكسيلاري اكسس هسه عندنا انتيرو بوستيرير ماكسيلاري اكسس هذا ريزلت شنو ان كونفكس طبعا فيشل بروفايل يوجوالي اسوشييتد وذ انسايزر بروتروجن تطلع على ابر انسايزر تيث اند كلاس 2 كلوجال ريليشن شيب هنا ايضا كان بي كرييت اور كوركتد باي توتال ماكسيلار سيرجري يعني Lefort 1 osteotomy to correct this a problem. أما the entire maxilla move in one piece زين or dento alveolar segment the anterior dento alveolar segment of the maxilla can be شنو moved or repositioned وبهالحالة نقدر نسوي movement بالanterior posterior superior or inferior direction حسب ما احنا نريد وحسب ما نحتاج و allowing expanding in the transverse direction زين هسه نجي على صفحة 14 الآن نجي على صفحة 14 وعندنا maxillary ومتفيس deficiency هسه احنا درسنا maxillary excess هسه نجي على maxillary والمتفيس deficiency طبعا مثل ما قلنا ومثل ما نعرف أيضا maxillary deficiency can occur either بالvertical dimension transverse dimension و anterior posterior dimension. The patients with maxillary deficiency commonly appear على clinical features مالتهم to have retruded upper lip, deficiency of the paranasal and infraorbital rim areas, inadequate tooth exposure during smile, و prominent chin relative للmandible or للmiddle third of the face. The chin يكون prominent مقارنة relative للmiddle third of the face. Okay.
البيشنت كلينيكال ابييرنس طبعا ديبندز اون ذا لوكيشن والسيفيريتي اوف ذا ديفورميتي. بالاضافه لذلك البيشنت كان هاف كلاس 3 مالكلوجن وذ ريفرس انتيرير اوفر جيت. كذلك البرايمري تكنيك يوز فور المكسيلري ديفيشنسي هو الليفورت 1 اوستيوتومي. يعني الليفورت 1 اوستيوتومي يوز فور كوركشن اوف المكسيلري اكسس، وكذلك هو للمكسيلري ديفيشنسي. هالتكنيك هنا بالمكسيلري ديفيشنسي كان بي يوز فور ادفانسمنت اوف ذا مكسيلا. بالمكسيلري ديفيشنسي كان بي يوز فور ادفانسمنت اوف ذا مكسيلا حتى نقدر نقدم المكسيلا تو كوركت لكلاس 3 مال اكلوجن والاسوشييتد فيشل ابنورماليتيز. In severe maxillary deficiency, bone graft may be required to improve the bone healing with post-operative شنو stability. زين. يعني مثال ذلك أنه بالvertical maxillary deficiency إذا كان ال vertical dimension of the maxilla قليل short maxilla نقدر نسوي elongation of the lower third of the face. Elongation of the lower third of the face can be accomplished بالليفورت 1 اوستيوتومي. ننزل المكسيلا ونخلي بوني جرافتنج زين بالانفيرير بوزيشن. This technique improves the overall facial proportion and normalize the exposure of the incisors during smiling. لكنه ايضا هذه اذا كانت البروبلم هي فقط وين بالمكسيلا. زين هسه نجي على ال midface deficiency. إذا عندنا patients with severe midface deformities deficient infraorbital rims and malar eminence of the يعني malar eminence of the face, non Lefort 3 osteotomies or modified Lefort 3 type of osteotomy is necessary. These procedures طبعا هذه هي بالحقيقة type of craniofacial surgeries وليس orthognathic surgeries. These procedures هي فد surgeries معقدة. These procedures advance the maxilla and malar bones, and in some cases the anterior portion of the nasal bones كلها تتقدم. This type of a treatment is commonly required in patients with craniofacial deformities such as Apert syndrome or Cruzan syndrome. هاي احنا كنا نحكي بصفحة رقم 14. زين. Okay. هسه نجي على صفحة رقم 15. نجي على صفحة رقم 15 عندنا موضوع حلو هو يسموه distraction osteogenesis. distraction osteogenesis قبل ما نبدي نشرح distraction osteogenesis أريد فقط تعرفون الآتي. الأورثوغناثيك سيرجريز خاصة when large skeletal movements are required يعني بالسيفير دنتو facial deformities هذه بيها disadvantages. أريدكم تنتبهون على نقطة disadvantages اللي هسه راح نذكرها مال الأورثوغناثيك سيرجريز هي نفسها تعتبر advantages للdistraction osteogenesis. يعني distraction osteogenesis راح يخلصنا من disadvantage مال الأورثوغناثيك سيرجري وبالتالي تعتبر advantages المن للdistraction osteogenesis. نجي على disadvantages مال الأورثوغناثيك سيرجري. تذكرون بالبداية قلنا يصير surgical relapse من حكينا على treatment objectives مال الأورثوغناثيك سيرجري إذا تذكرون، وقلنا يصير surgical relapse. ليش يصير surgical relapse؟ كالآتي. فهي disadvantages مال الأورثوغناثيك سيرجري أولا شنو surgical relapse. ليش يصير surgical relapse؟ because of failure of soft tissue adaptation. soft tissue adaptation soft tissues fail to adapt. surgical relapse occur اللي هي تعتبر disadvantages أولا مال الأورثوغناثيك سيرجري. أولا surgical relapse because of failure of soft tissue adaptation element للacute changes and stretching that result from surgical repositioning of bony segments when large skeletal movements are required. أريدكم تحفظوها.
disadvantages of orthognathic surgery. أولا surgical relapse. Surgical relapse ليش يصير surgical relapse? Because of failure of soft tissue adaptation. المن للacute changes and stretching that result from surgical repositioning of bony segments when large skeletal movements are required. ثانيا disadvantage الثانية potential excessive loading of the TMJ structures. Potential excessive loading of the TMJ structures يعني TMJ dysfunction. ثلاثة increased severity of neurosensory loss as a result of stretching of the nerves. Increased severity of neurosensory loss as a result of stretching of the nerves. أربعة in some cases of movement is so large that the gaps created require bone grafts. يعني أربعة disadvantage الرابعة bone grafts are required when هسه مثل ما قلنا ال principle of destruction osteogenesis هو creating an osteotomy بال bony segments without moving these bony segments وهل osteotomy يكون بال lateral cortex with application of appliance ال application of appliance that will facilitate the gradual and incremental bone movements. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية هل gradual tension راح يعطينا بالنتيجة هم نقطتين. أولا شنو produces continuous bone formation. ثانيا the surrounding soft tissues appear to adapt to this gradual tension وبالتالي تقلل لنا أو حتى تمنع لنا الريلابس. وكل soft tissues كل أنواع soft tissues يصير بها adaptation including the muscles, the tendons, النيرز الكارتليج بلاد فيسلز اند سكن. هسه احنا بدنا نحكي بصفحه 15. زين الدستراكشن اوستيوجينيسيس قلنا طبعا هذا discovered وديسكرايبد باي روسيان اورثوبيديك سيرجن جراح كسور روسي اسمه اليزاروف بال 1950s. هسه عندنا موضوع الفيزز of dent destruction osteogenesis. What are the phases of destruction osteogenesis? A destruction osteogenesis be several phases. أولا surgical or osteotomy phase. ثانيا latency period. ثلاثة destruction phase. أربعة consolidation phase. خمسة appliance removal and remodeling. تحفظوها. أولا osteotomy or surgical phase. ثانيا latency period. ثلاثة distraction phase. أربعة consolidation phase. وخمسة appliance removal و remodeling phase. هسه نجي على واحدة واحدة. surgical phase هو الفيز through which or during which the osteotomy is performed. الفيز through which the osteotomy is performed and the appliance the distraction appliance is secured. تتخلى بمكانه. Latency phase or latency period تعريفه is the period هو period when very early changes or stages of bone healing begin to take place. زين اللي هو period when very early stages of bone healing begin to take place at the osteotomy interface. Well, latency period is usually 7 days during which time during هالفترة during هال 7 days the appliance is not activated. من سوي activation during the latency period اللي هي 7 days. ليش وليش من سوي to allow early stages of bone healing occur at the osteotomy interface. What a latency period نبدي distraction phase نبدي نسوي activation للdestructor. شلون at a rate of 1 millimeter per day. At a rate of 1 millimeter per day هل amount يسموها rate of destruction وتنقسم مرتين باليوم 0.5 millimeter twice daily وهاي ال twice daily يسموها الرذم وهم اثنيناتهم يسموهم destruction phase. During the destruction phase يبدأ البون يتقدم وبنفس الوقت a new immature bone زين forms
in the gap وcalled regenerate. طبعا نقطة مهمة جدا احنا هنا نذكرها انه distraction osteogenesis هو فقط used في حالات الديفيشنسي, في حالات الديفيشنسي للمندبل والمجزلة. زين نجي على المرحلة الأخرى الرابعة. Once the appropriate amount of distraction has been occurred or achieved, هسه ننتقل لصفحة 16. The appliance remains in place, وهذه يسموها consolidation phase. يخلص الاكتيفيشن, نبقي الأمونت الأبلاينس بمكانها to allow for mineralization of the regenerate bone, وهذا يسموه consolidation phase. Consolidation phase هي after achieving the appropriate amount of movement or advancement, the appliance تبقى مكانها without activation to allow mineralization of the regenerate bone, وهذا يسموه consolidation phase. وراها شنو؟ Removed. After that, the appliance is removed. Will period, الفترة من the application of normal functional loads, يعني من يبدي المريض يستخدم حلقة والجول الأكل اللي هي the application of normal functional loads, إلى the complete maturation of the bone, هذه يسموها remodeling period. يسموها remodeling period. نجي هسه على the advantages of the distraction osteogenesis. إذا تذكرون قلنا هي نفسها الديسادفانتجز مالت من نفسها الديسادفانتج مال الأورثوغناثيك سيرجري. يعني الديسادفانتجز مال الأورثوغناثيك سيرجري هي الديستراكشن أوستيوجينيسيس يقدر يتجاوزها يعكسها فتعتبر ادفانتجز إله. يعني مثال ذلك, أولا قلنا شنو eliminating the need for bony grafts. Eliminating the needs for bony grafts, then when larger skeletal movements are done. Eliminating the need for bony grafts when larger skeletal movements are done. هاي أولا. ثانيا, better long-term stability, يعني ماكو surgical relapse. وهاي قلنا ليش؟ لأنه soft tissue adaptation راح يصير soft tissue adaptation. هناك ما يصير soft tissue, هنا يصير soft tissue adaptation المن changes. هناك ما يصير soft tissue adaptation, هنا يصير soft tissue adaptation. ليش يصير soft tissue؟ لأن اكو gradual tension. هناك huge changes فما يصير soft tissue adaptation, هنا gradual tension فيصير soft tissue adaptation وبالتالي long term stability. يعني بس أوضح لكم إياها, بالorthognathic surgery يصير failure of soft tissue adaptation للacute changes, زين فيصير surgical relapse, بينما بالdistraction osteogenesis يصير soft tissue adaptation المن للgradual tension, بالتالي نحصل على better long term stability. كذلك advantage أخرى, less trauma للTMJ, decreased neurosensory loss, كلها عكس ذيك, عكس disadvantage مال orthognathic surgery. زين لكن اكو disadvantages ايضا للdistraction osteogenesis. اولا انه sensitive technique, زين, و difficult to obtain fed ideal occlusal positioning. difficult sensitive technique و difficulty to obtain ideal occlusal positioning اولا. ثانيا طبعا هذا من بما انه difficult technique sensitive technique with difficulty in obtaining ideal occlusal positioning, في شي حالة some asymmetries can occur with distraction osteogenesis, especially small open bites. Other disadvantages انه need for two procedures, نحتاج الى two procedures, واحدة نخلي للplacement of the appliance والاخرى للremoval. بعدين disadvantage الاخرى انه increased cost, والdisadvantage الاخرى longer treatment time with more frequent appointments with the surgeon and the orthodontists. هسه عندنا هاي صور للديستراكشن يوز فور مانديبولار ادفانسمنت. شوف هاي الصوره الاولى, صوره اي, بيكتشر اي, خلينا الاوستيوتومي اوف ذا بوستيرير بودي اوف ذا مانديبل وي اند ريموس والديستراكتر ان بليس, والبيكتشر بي
reach a picture A, high picture B, showing the distraction appliance fully expanded. Regenerate bone fills the intra-bony gap during slow incremental activation. During slow incremental activation of the structure that slowly separates the segment. هذه هي الصور مالتهم واحنا دا نحجز بصفحة 17 ونكون قد انتهينا ان شاء الله من المحاضرة الثانية للأورثوغناثيك سيرجري. هيك حال ان شاء الله ستكون قد وصلتكم محاضرتين وعدكم منك محاضرة، هاي ثلاث محاضرات للفصل الثاني. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.